اهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير. اليوم جيت نخرجكم معايا واحد الخريجه زوينه. اليوم كيف ما كتشوفوا راه السبت، خرجنا شويه محمد الغالي وخرجنا شويه نيست حنايا، مشينا للمدينه. صراحه كيف ما كتشوفوا ساحه جامع فنا راه خاويه، ولكن لداخل السوق عامر كيف ما كتشوفوا. صافي البنات، غادي نجيبو دويره في المدينه وهانتوما معانا. حنايا وصلنا البنات، صراحة عرفتوا لقينا الدنيا خاوية. هادوك لي الألعاب كلهم صراحة مكينش مخدامينش كلهم، المهم الدنيا خاوية بزاف وغالي. لقك لقك هادوك هاد الرسوم الكبارين وهاد الشي خاف منهم و تيبكي و مبغاش يمشي زيدهم نهائيا، تيبكي وخايف. مبغاش هادشي شنو؟ كان بغينا غير صوره مع باتمان سبايدرمان داكشي الصراحه، والو ما بغاش. هانتوما شفتو البنات، الدنيا خاويه يعني بزاف خاويه بزاف. صافي المهم غادي نلعبو في شي حاجه اللي هي خدامه وصافي، وانتوما معايا. المهم البنات، واحد المكازا اللي حمقاتني ها هي على اليسار، غادي نصورها عليكم. سميتها فلو. اش غنقول لكم البنات، اللي بغى يشري صباط بوط للعيالات للرجال كلشي الوليدات، في هذاك الشيء توب ورخيص. المهم تلاقاوني مشي للدار البنات. انا جيت للدار صراحه، كنا بنا ناكلو على برا ولكن مشى الحال وراكم عارفين كيسدو بكري. قلنا غادي نصاوبو تاكوس صيف في الدار. كيف ما كتشوفوا هذيك لاصوص فيها البصله والثومه والقزبور والمطارد والمايونيز، قليت الفريت وشرملت هادوك صدر ديال الدجاج بدانون مسوس وشويه العطريه وصافي. المهم شي نهار نشارك معكم التفاصيل ديال هاد التاكوس. صافي كنحط بحال ما هكا، كندير الفرماج وكنحطهم في البانيني. صافي كيجيو بنانين ولداد بزاف البنات، صراحه كيجي بحال ديال الزنقه تماما، غير هو احسن من ديال الزنقه حيت عارفه راسك شنو بقى دافي. صافي البنات، هذا الشيء اللي كاين. ايوب اللي تكلف باش نصور كي تصاوب. المهم هاد الجوج اللي بقاو غير زدناهم داكشي اللي شات قسمنا عليهم، كي تتبان لكم الفريت شويه قليله، وهذا الشيء اللي كاين.
صافي البنات، ها طاكوس ديالنا وجد كيف ما كتشوفوا درنا أربعة، وهذيك لاصوص كيف ما كتشوفوا راه هي درتها في ديك الزليفه حيت شاطات يبقى يدوزوا بها. كيجي البنات زوين 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 بزاف البنات. شي نهار غادي ندير لكم ان شاء الله فيديو عليه، غير هو يعني طريقه مبسطه من الاول حتى الاخر باش تبقاو تصاوبوه. كيجي زوين حسن من الصراحه المطاعم. انا صراحه ما كناكلش في الزنقه بحكم دوك لي صوص اللي كيكثروا ما كنقدرش عليهم، كيغلبوني في المذاق ما تيعجبونيش، ولكن ملي جربناه في الدار صراحه عجبنا وجا زوين، جا بطريقه اللي هي واعره. المهم البنات غادي ناكلوا هاد تاكوس ديالنا وغادي نرجع.